انا اعتقد انه وزير الداخليه الحالي يعني قرر يصعد كل حاجه, وقرر يعني يقرر يقول لكل الناس اللي مكلهم ناس واللي اتسجن منهم واللي اتسحل وكده انه انا موجود, هذا الطريقه بتاعتي, وخبطت دماغي في الحيط. ولو فاكرين انه اي حد نشط معروف ولا اعلامي معروف ما فيش حد ده انطباعي, لانه مثلا احنا كنا في الاسم ودخلنا اكل ومش عارف ايه, طمنونا وقالوا لنا كله تمام وطمنا على الاولاد وكلكم هتتسابوا, وبعدين حصل الموقف بتاع الضرب وان احنا اتحطينا في عربيه ترحيل بالعافيه ويرمونا في الصحراء. فيعني مش ممكن يبقى كل ده غير انه محمد ابراهيم الوزير الكلب يعني لسه موجود لحد دلوقتي بيدينا درس, فدرسه على راسه وملناش دعوه بيه, واحنا مكملين. هما بيحاولوا يستعيدوا قوتهم بكل طرق, وبيحاولوا كمان مش بس يستعيدوا قوتهم بكل طرق, يدوها امتيازات ما كانوش قادرين ياخدوها. يعني لو اخذوا امتيازات في عهد الاخوان في الدستور بتاعهم, المؤسسه العسكريه والمؤسسات الامنيه اللي اخذوا امتيازات ليها علاقه بان هم فلتوا من العقاب, فلا ده دلوقتي هياخدوا امتيازات اكتر واكتر في التعليم. هو قانون التظاهر اكبر مثال على ده, والماده العسكريه والماده بتاعت وزير الدفاع برضه خلاص العقاب. نخبه من تقود كل مشاورات وقرارات, نخبه اصلا هشه وضعيفه, ودايما عند اول لحظه بتروح تقبل المساومه وتقبل انها تضحي بحقوق بني ادمين هم مش محقوقين يضحوا بحقوقهم اصلا. فيعني معرفش اذا كان دي نقطه تحول بجد.